تعالوا نروح ونتعرف على الصحافة الرياضية بتقول إيه النهاردة. هنروح تحديدا على مقر جريدة الشروق حيث تتواجد زميلتنا العزيزة هنا أبو قاسم. هنا صباح الفل عليك، اتفضلي. يا صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وعشرة الصبح في الأهلي، ومن داخل مقر جريدة الشروق هاخدكم في جولة لأبرز وأهم أخبار الصحف الرياضية الصادرة اليوم. البداية من جريدة الشروق، ديوارة: منتخب مصر محظوظ وواجهنا لاعبين مميزين بخلاف صلاح. يعني طبعا كان علق كابا ديوارة المدير الفني لمنتخب غينيا على خسارة منتخبه بهدف دون رد أمام مصر في المباراة التي جمعت بينهما في التصفيات المؤهلة لكأس كأس أمم إفريقيا 2023. وكان قال ديوارا في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: قدمنا مباراة جيدة وحاولنا التسجيل في المنافس والأداء مقبول بالنسبة لي، مصر كانت محظوظة بتوقيت تسجيل الهدف. وكمان أضاف ديوارا: كان هدفي الفوز وليس التعادل، وإصابة المدافع الأيمن كانت السبب في هدف مصر. يعني طبعا حابة أهنئ منتخبنا الوطني وكل المصريين بالفوز أمس أمام فريق غينيا. يمكن طبعا منتظرين اكيد اداء افضل من منتخبنا الوطني، لكن ان شاء الله الفوز امس يعطي اللاعبين ثقه ويقدروا يحققوا نتائج ايجابيه في المباريات القادمه. نروح ليه يلا كورة: سيف عيسى يحصد فضية الجائزة الكبرى للتايكوندو. توب بطلنا المصري سيف عيسى بالمركز الثاني في بطولة الجائزة الكبرى للتايكوندو. طبعا البطولة مقامة حاليا في العاصمة الإيطالية روما. يعني كان خسر سيف عيسى في المباراة النهائية للبطولة لمنافسات تحت 80 كيلو أمام اللاعب الإيطالي سيموني أليسيو، ده طبعا بنتيجة 3-4. بكده بقى يكون حصد أليسيو الميدالية الذهبية والمركز الأول للبطولة، وسيف عيسى بالفضية في المركز الثاني. يعني طبعا ببارك له وببارك لكل المصريين، ويمكن دي مش أول مرة نشوف اللاعب سيف عيسى بيتألق. يعني كمان كنا شفناه في أولمبياد طوكيو 2020، إن شاء الله يستمر بنفس الأداء. نروح بقى لموقع تتويج: علي زين يفوز بكأس الرابطة الأسبانية لكرة اليد مع برشلونة. توج نادي برشلونة الأسباني بلقب كأس الرابطة الأسبانية لكرة اليد، ده طبعا بعد تغلبه على نادي بيتسوا لكرة اليد في المباراة النهائية بنتيجة 37-29. شارك طبعا نجمنا المصري علي زين في المباراة، حيث ساهم كمان الحقيقة بدور كبير جدا في الفوز باللقب. يعني كمان كان أعلن نادي دينامو بوخارست سابقا الروماني عن التعاقد مع نجم كرة اليد المصري علي زين القادم من صفوف نادي برشلونة في صفقة هتمتد حتى عام 2024. طبعا الجدير بالذكر ان اللاعب محمد ممدوح هاشم واحمد خيري ايضا ضمن صفوف الفريق الروماني، وكمان هينضم لهم اللاعب علي زين. أخيرا بقى نروح للكرة العالمية من اليوم السابع: ميسي ورونالدو يواصلان الإبداع في ملاعب العالم. يعني أمس طبعا كان يوم رائع لأسطورتي كرة القدم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو. الحقيقة أن هم أثبتوا أن هم مستعدين جدا لخوض نهائيات كأس العالم المقبلة، ده طبعا بعد أن سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي 5 أهداف في الفوز على إستونيا، وسجل رونالدو 2 في الفوز على سويسرا. وكده طبعا يكون رفع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عدد أهدافه الدولية ل 86 هدف، فيما يتصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائمة هداف المنتخبات تاريخيا برصيد 117 هدف. يعني طبعا يا نهواندو يا كريم، دي كانت أبرز أخبار الصحف الرياضية الصادرة اليوم، والآن العودة ليكم مرة أخرى في الاستوديو. شكرا ليك زميلتنا العزيزة هنا أبو قاسم على هذه التغطية الصحفية المتميزة كالعادة. صباح الفل عليك.